ويبقى الأذان عمال بيأذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهي أغلى عنده من ربنا. دي مشكلة كبيرة قوي، مشكلة كبيرة بجد، إن تلاقي شاب النداء الصلاة ربنا سبحانه وتعالى بيأمره إنه يروح يصلي ويسجد بين إيديه وهو واقف بين إيدين فتاة عشان بيحبها ومتأثر بيها. مسألة كبيرة كبيرة جدا جدا لو الشاب بيفكر فيها صح. والله سبحان الله لسه أخويا وحبيبي محمد اللي كان معايا دلوقتي بيوصلني بيحكي لي قصة شاب زميله في الجامعة، والله أنا اتأثرت بيها جدا. بيقول لي إحنا كنا في الامتحانات بتاعة الكلية، فبيقول لي أنا ما كنتش فاكر حاجة وهو مش فاكر حاجة وعمالين نبص لبعض في اللجنة بتاعة الامتحان، أنا أضحك وهو يضحك. أنت عارف يعني إيه شر البلية ما يضحك، يعني زي ما بيقولوا يعني الأسئلة صعبة وهم الاتنين مش فاهمينها، فيعملوا إيه؟ هيقعدوا يعيطوا قاعدين يضحكوا خلاص. فهم خارجين أخونا محمد فبيقول لزميله، بيقول له والله زميله ده كان ماشي مع بنت، بيقول له والله عارف فلانة دي؟ قال له والله ما هتنفعك لما تنزل قبرك، عمرها ما هتنفعك أبدا، لا هتنفعك دنيا ولا آخرة. سبحان الله الشاب ده في نفس اليوم رايح يوصل البنت، لكن هو قال له قبلها، قال له إن شاء الله يعني هحاول إن شاء الله أسيبها وخلاص ناوي يعني، فراح يوصلها، راح يوصلها يعمل حادثة بالعربية ويموت. بعد ساعتين أخونا بيتصل على الشاب اللي هو زميله ده اللي كان ماشي مع بنت، فبيتصل عشان يطمن عليه، قالوا ده لسه ميت حالا. راح له بيقول فوجئت من المفاجأة، الشاب اللي كنت عمال أنا وهو من ساعتين ثلاثة بنضحك في اللجنة وعاملين بنهزر مع بعض، فجأة لقيته على خشبة الغسل لابس لبسه جامد كاملا، لسه طبعا ما خلعوش لبسه ومحطوط جنبه الحذاء بتاعه. بيقول سبحان الله الموقف ده أثر جدا جدا في الشباب في الجامعة عنده، لدرجة إن ما شاء الله بيقول يعني سبحان الله ثلاثة منهم بفضل الله أو خمسة منهم عفوا ختموا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبقوا طلاب علم، وقعدوا لمدة كبيرة جدا ما لا يقل عن 3 أو 4 شهور ما فيش ولا شاب بيعرف واحدة، ما فيش ولا شاب عنده استعداد يعمل أي علاقة حب مع أي واحدة. ليه؟ اتأثر. طب ده رايح يوصلها وكان بيحبها في الحرام فعمل حادثة ومات على كده. طيب ما أنا كمان لو مشيت مع واحدة ممكن أموت برضه وأنا على كده. هي دي المسألة، الخواتيم. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة سبحان الله. طيب عشان تتجوز برضه، عشان بكلم حبيبي وأخويا اللي عايز يتجوز، خد بالك من حاجة، لازم تتجوز علشان ما ينفعش إن أنت يعني زي ما قلنا تصاحب فلانة وفلانة وتعيش مع دي وتمشي مع دي وفي النهاية إيه ورا ده كله؟ العمر مش هتعيشه غير مرة واحدة. الناس أهل الدنيا اللي هم بيتكلموا عن لذة الدنيا يقول لك سيبنا اتمتع، ده الانسان ما بيعيش غير مره واحده. اقول له انا موافقك، انا موافق، انا معاك والله، فعلا الانسان ما بيعيش غير مره واحده، يا اما تخش بيها الفردوس الاعلى يا اما تبقى خسران، يا اما تبقى كل حاجه ضاعت. لان حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والله العظيم ناس كثيره مضحوك عليها، ناس كثيره ضيعت اغلى حاجه عندها، العمر. العمر يا شباب، العمر يا جماعة، العمر أغلى حاجة، كل لحظة في حياتك هتتحسب عليك. والله العظيم الواحد قلبه بيتحرق لما يعدي يوم وما يعملش فيه أي خير. آخر اليوم الواحد بيقعد يحاسب نفسه، النهاردة عملت إيه؟ حضرت محاضرة، عملت حاجة في كتاب، حليت مشكلة بين مسلمين، ساعدت حد، قريت حاجة في كتاب الله، استغفرت ربنا. يعني مسألة مهمة جدا، فأوعى عمرك يعدي كده هدر. الشاب اللي بيقول انا بتمتع وبعيش علشان انا مش هعيش غير مره واحده، اقول له ماشي، لكن لو مت على المعصيه اخرتك ايه؟ فانما الاعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، كما صح ذلك الحديث في صحيح مسلم. ايه دي المساله؟ فعشان انت مش هتعيش غير مره واحده، اوعى تضيع عمرك، اوعى. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل